أول شيء في الموضوع ذا ترى كل إنسان في كل مكان في العالم في خير صح إن شاء الله. عشان حنا طال عمرك لا حنا ما نقدر نستحضر القبائل كلها والعوائل كلها والناس كلهم، كل إنسان في خير ولو جلسنا في هالبلد العظيم المملكة العربية السعودية وبلدان برضو الخليج والبلدان العربية نعدد القبائل والمواقف اللي فيها خير ترى الحلقة ما تبتكفينا لو بنقعد 100 ساعة. صحيح. الناس كلهم فيهم خير. لا تجلس يوم. كل الناس كل الناس فيهم خير. بل إن في بعض يعني سبحان الله سبحانه وتعالى عدل بل في بعض الناس ما هم مسلمين وصلت تبرعاتهم بمليارات الدولارات. صحيح. والله عدل أعطاهم الدنيا. لكن من كان منهم غير مسلم إن الله سبحانه وتعالى يهديه للإسلام. الأمر الثاني يا جماعة الخير في توجيه أوجه لكل إنسان ماسك حساب سناب عائلة أو قبيلة أو مدينة حاول بقدر ما أنت تنشر الأخبار المفرحة وتنشر المناسبات أنت تتلمس حاجات الأرامل وتتلمس حاجات الفقراء وتتلمس حاجات الناس تبرع الدم تبرعات الدم الحملات الوطنية تكون متعاون مع وزارة الداخلية إذا مثلا في حملة عن مثلا قرار جديد يخص مثلا العمال تعاون معه توجيهات إشاعات اليوم صارت تنتشر الإشاعات انتشارها يشين في النار الآن لو تقول واحد جاء ولد ما يدرون عن الولد إلا جاء عمره 10 سنين لكن لما مات الرجال نص ساعة والناس كلها درت سبحان الله الناس تحب تنقل الأخبار اللي مي بكويسة ولكن أنا أوجه لكل إنسان عنده حساب في سناب شات ولا في المواقع للعوائل وللقبائل وللمدن استخدموه في الخير مثل ما قلت أنت رحت ونقلت الخير أنت عن طريق السناب تقدر تنقل الخير للجميع صحيح. وأيضا كن حريص الحالات ما تعلن عنها لا متأكد منها وأيضا نعم. إذا كانت الحالة كبيرة لازم تكون تجاهها مسؤولة لا تتحمس لأن فيه نظام وفي قانون يربطنا جميعا اللي هو ما تعلن إلا إذا كنت أنت جمعية خيرية فعموما الناس أنا اللي ببين الناس كلها فيها خير صحيح حنا يجينا بعض الناس يرسلونها قصص يبغون نقولها والله العظيم إنه ما نقدر كثيرة لكن الله يبيض وجهكم ويجزاكم خير وأكبر دليل إن في خير في الناس وجودكم أنتم هنا متبرعين ومبادرين أنفسكم وقتكم لأجل الخير والله يسعدكم وأنتم على قولهم من المجتمع هذا اللي موجود وأنتم أهل الخير أسأل الله لا يحرمنا وجودكم أنا أقول الكلام ذا ليه الناس من البارح يبكون على هالحلقة لأنهم أدمنوكم والله يحبوكم وحبوا تواجدكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نفقد أحد فيكم أبدا السنة الجاية واللي بعدها ولا نفقد البرنامج ولا نفقد هالقناة العزيزة بنخلي